السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج صوتكم، برنامج يطرح المواضيع ويتلقى اتصالاتكم لكي نتوصل إلى نتيجة أو نتوصل إلى تفسير معين. اليوم حبيت بعد التصريحات الكثيرة من نواب كثر عن موضوع الانتخابات اللي حتجري بعد 3 أشهر تقريبا أو أقل من ذلك، 12/5 راح تبدي الانتخابات. كثير نسمع تصريحات، بعض النواب خرجوا إلى مناطقهم وقاموا يصرحون تصريحات رنانة طبعا في مسرحيات هزلية، والبعض من عندهم سوى المستقبل كمستقبل أوروبا الغربية وحتى ليست أوروبا الشرقية. البعض من عندهم طلع وتجول في مناطقه وشال حواجز وشال الكونكريت هذا الإسمنتي وقام يرتب بالرصيف، ومن هاي الأعمال اللي ممكن الناس تنطل عليهم وتعيد انتخابهم مرة ثانية. لكن السؤال المطروح في هذا اللقاء، في هذه الحلقة، هل سيعودون نفس الوجوه؟ نفس الوجوه ستعود في مجلس النواب؟ نفس الوجوه ستعود في الحكومة؟ المؤشرات تذهب إلى نعم تأكيد ذلك مع الأسف. ليش؟ لأنه القوة في الشارع، القوة في أي مكان تحتاج إلى عنصرين مهمين، تحتاج إلى السلطة وتحتاج إلى المال. هاي السنوات الـ14 اللي مضت، كونوا الناس اللي موجودين الآن في البرلمان أو في الحكومة بشكل عام، في الرئاسة ورئاسة الوزراء، شكلوا العنصرين اللي يدعمون القوة، اللي يدعمون السلطة اللي هي القوة واللي هي المال. حتى يصلون للسلطة لازم عندهم قوة. القوة من جاية؟ جاية من الاعتماد على المجاميع المسلحة كلهم بكافة انتماءاتهم، ما دحكي على فصيل معين ولا دحكي على كتلة معينة، فكلهم أمنوا نفسهم بواسطة المجاميع المسلحة، أصبحوا محصنين داخليا من باقي الشعب ومن باقي اللي أي شخص يريد يرشح نفسه. ليش؟ لأنه هسه مثلا سين من الناس يريد يرشح نفسه لأول مرة، هو هل يمتلك مجاميع مسلحة؟ طبعا لا يمتلك مجاميع مسلحة، ولذلك سيفشل. ليش؟ لأنه المجاميع المسلحة هي لغرض الحماية ولغرض الدعاية الانتخابية. فحيكون هذا دخوله إلى هاي الحلقة المغلقة، اختراقة للحلقة هاي المغلقة، داعتي على النواب اللي يريدون يرشحون نفسهم، يعني المواطن العادي يريد يصير نائب في البرلمان، من الصعوبة أن يخترق هذا الحيز أو هذه الدائرة المغلقة المحصنة، من الصعوبة اختراقها. النقطة الثانية، القوة تحتاج إلى مال، لا تكتفي السلطة، لا تكتفي القوة بالسلطة، لكن تحتاج إلى مال لدعم هذه، لدعم السلطة والنفوذ. الناس على مدى 14 سنة دخلوا في مشاريع، سواء كان في مشاريع مع الأمريكان عندما كانت مقاولات ويا الأمريكان، وأيضا دخلوا في مشاريع مع الحكومات المتعددة، قام يصير بيع للوزارات، بيع للمناصب، مدير عام هلقت سعره، المدير هلقت سعره، فحققوا النقطة الثانية اللي هي المال، فأصبح لديهم القوة معتمدة على ركيزتين أساسيتين اللي هي السلطة النفوذ والمال. طيب، تصريحات كثيرة خرجت من النواب يحثون بأنه روح انتخبوا وانتخبوا الناس الأصلح. ماكو مدى نشوف وجوه جديدة حتى ممكن واحد يقرأ على السي في مالته، السيرة الذاتية، حتى ممكن باكر عقبة من يقول والله أنا حنتخب فلان لأنه كذا وكذا. أكو صارت في الأيام الماضية، صارت مطرت الدنيا في بغداد، طبعا بعد انقطاع الأمطار للشتاء طلعوا الناس يدعون صلاة الاستسقاء ويصلون صلاة الاستسقاء ويدعون ربهم، والله سبحانه وتعالى استجاب لنية الكثير من العراقيين الصافية، نيتهم صافية، فنزل المطر. الناس النواب اللي كانت تفتر في شوارع بغداد، أتكلم على بغداد لأنه الشيء اللي شفته، فالناس النواب اللي كانوا يفترون في شوارع بغداد قبل المطرة كانوا شالوا الكونكريتات وشالوا الصبغة والأرصفة ورتبوها وراحوا للأسواق وشونك وش محتاج وكذا، وأمنوا وقالوا بأنه إحنا بدنا نشتغل مناطقنا، وطلعوا طبعا أمانة يعني البلدية مال المنطقة طلعهم يشتغلون شالين الكرك، لكن الله سبحانه وتعالى فضحهم.
عندما نزل المطار الشوارع كلها غرقت. أنا أعتقد بأنه مسألة المطار هي، ما أريد أقول إشارة، ما أريد أفتي لأن أنا مو فقيه ولا أفتهم بالدين شيء، لكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى بعث فد رسالة للناخب للمواطن العراقي بأنه لا تنخدع بالسوالف. طبعا حنعرض لكم سوالف الأخ إبراهيم، تعب وياي اليوم وحضرنا يعني بعض المقتطفات لنائب واحد، وعندنا يمكن نائب ثاني ما أعرف حسب الوقت المتيسر لنا، فرح نشوف الدعاية الانتخابية شلون يسوقوها للناس، ونريد نعرف من عندكم أنت حتروح تنتخب، يلي إذا شوفني وتسمعني إذا تروح تنتخب ليش حتروح تنتخب، وإذا ما تروح أيضا نريد نعرف ليش. وأريد أذكر المشاهدين والمتلقين الكرام أن أنا هنا مو لغرض أن أمنع أو أحرض على الانتخاب، اللي يريد ينتخب خليه يروح، واللي يريد ينتخب بكيفه، لكن هنا أريد أسأل أنت حتروح تنتخب؟ طيب ليش حتروح تنتخب؟ وإذا ما تروح تنتخب ليش ما تروح تنتخب؟ نريد نعرف شنو السبب. مشاهدينا الكرام راح نطلع إلى فاصل قصير وبعدين نرجع لكم حتى نواصل حديثنا في هذا اليوم. احنا خمسة أصحاب الكساء، احنا خمسة أصحاب الكساء، أولنا النصر وبعده الدقانون ثم الفتح والحكمة والسائرون. احنا خمسة أصحاب الكساء. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد في برنامج صوتكم. راح نناقش اليوم موضوع أنت كمواطن عراقي، البعض من عندكم شارك في الانتخابات السابقة في انتخابات 2014 و2010 و2005 يمكن شاركوا، والبعض الآخر ما شاركوا في الانتخابات. البعض شارك في الانتخابات السابقة والبعض عزف على الانتخابات تماما، يعني من تسأله يقول له شو وقت الانتخابات يقول لك ما أعرف يعني، بس من طلعت بالشارع شفت الوضع مو طبيعي، أو مثلا قبلها بليلة يلا عرب باكر اكو انتخابات. أكو هيش ناس ما تهتم بالوضع يعني السياسي، لكن أنا أريد أفتهم ليش أنت اللي ما مهتم بالوضع السياسي ليش أنت ما تروح تنتخب، يعني ليش عازف على الانتخابات، تريد نعرف. أما الناس اللي تروح تنتخب أريد أعرف ليش تنتخب، يعني هل الوجوه السابقة قدمت شيء يرضيكم؟ أنا هنا مدى يعني أتبلى أو أتهم، أنا هنا مجرد دا أسأل، أنتوا يومكم السؤال ويومكم كل الكلام، ما أريد أجبر على أحد يعني كيف يتكلم أو كيف يتصرف. رح نروح من سوء حظ السيد موفق، الدكتور موفق الربيعي، أنه كل الفيديوهات اللي جمعناها في هذه الفترة القصيرة اليوم طبعا الصبح انصبت كلها عليه، يعني ما أعرف ليس مو قصدا يعني تقصده هو شخصيا، لكن اللي توفر عندنا، وأيضا عندنا فيديو لعباس البياتي اللي ظهر قبل قليل لكن ديرتون الشباب الفيديو. موفق الربيعي يقول إحنا نجر المواطنين على الانتخابات، نجر جر يعني بالبروتوكول مو سياسي، بالبروتوكول التعامل ما بين موظف وموظف، من تقول له أني محتاجك بشغلة تقول له من فضلك ممكن تتفضل يمي عندي هيك شغلة، وهذا يكون التعامل بين في المؤسسات مع الموظفين. لكن عندما تقول للمواطن أجرك جار، يعني حتى أسلوب اللياقة في الكلام ما موجودة. شنو تجر المواطن جر؟ المواطن شنو بالنسبة لك يعني حتى تجر جر؟ ويقول ليش أنا أجر المواطن جر، مع احترامي للمواطن طبعا، يقول حفاظا على العملية السياسية. نشوف الفيديو ونرجع لكم. لا يمكن تغييره، لا نوافق على تغييره مهما كان، ولازم تجري الانتخابات بأي ثمن. إرادتنا السياسية إرادة قوية، ما نسمح أنه تروح يعني عمليتنا السياسية أدراج الرياح، ما نسمح إطلاقا ولا يمكن. لو نجيب الناس بالقوة ونقعدهم هم نسوي، يعني نجيب الناس بالقوة ونقعدهم، وين العملية الديمقراطية؟ يعني أكو فيديو يقول نجر المواطن لكن ربما اشتزئ، يقول نجيب المواطن بالقوة ونخليه ينتخب، يعني شون بالقوة مثلا، يعني شون بالقوة، يعني مثلا تفرض عليه تودي له مجاميع مسلحة ويوقفون كل راس شارع مجموعة مسلحة وتروح على البيوت واحد واحد يطلع مثل ما حصل بالأيام السابقة، يعني لازم الكل تنتخب والما ينتخب أو ما يسوي عملية
الاستفتاء فهذا متخاذل خائن مثلا. ويانا أم محمد من سليمانية. محمد تفضلي، شنو رأيك؟ انقطع الاتصال. طيب، فيقول يقول الدكتور موفق الربيعي، يقول حتى لو نعرف نجيب المواطن نقعده، يعني نقعده بالقوة ونخليه ينتخب، وين العملية الديمقراطية؟ يعني مثلا أني ما أريد أروح أنتخب، مثلا عازف على الانتخابات أو سين أو صاد أو عين، ما يريد يروح ينتخب، شلون يعني شنو الطريقة؟ يا ريت لو يشرح لنا الدكتور موفق الربيعي شنو الطريقة اللي تخلي المواطن يجي بالقوة حتى يروح ينتخب. يا أخي أنا ما أريد أنتخب مثلا، أو غيري ما يريد ينتخب، شلون تجيبه بالقوة؟ طيب، أم أزهر من بغداد، تفضلي أم أزهر. يا مرحبا أم أزهر، وياي. السلام عليكم. عليكم السلام. أحييك وأحيي هاي البتاعة العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى الانتخابات، أما بالنسبة إلى موفق الربيعي، فموفق الربيعي هو أكبر واحد جبان، لو ما جبان ما يحكي هاي الحكاية، وهو مخادع لحزب الدعوة. هو كان كان بعثي وصار بحزب الدعوة. بعدين بالنسبة للانتخابات، أتصور ما حد راح يطلع للانتخابات، لأنه الشعب شوية وعى وصار عنده ذاكرة وصار عنده وعي من هاي السنين اللي مرت عليه من جوع وقتل ونهب وسلب. أما إذا الربيعي يجيبهم بالقوة، فهم ما عندهم مانع يجيبون سيطرة أو يعني حماية ويضغط على الناس الفقراء حتى يرضون ينتخبون. بس أتصور حتى الناس الفقراء وقعوا، كل الناس اللي يقرأ واللي يكتب والما يكتب هو وعب لهاي الحكومة، هاي الحكومة اليائسة اللي من 2003 إلى هسه كل شيء ما سوت، بس باقت ونهبت وسلبت وراحت للكويت، راحت تقدي، ما يستحون هذولا، هم يخجلون هسه ما يكتبون أساميهم بالانتخابات، لأن الشعب كله ما يريدهم، كل الشعب ما يريدهم. شكرا أختي أم أزهار، شكرا. من بغداد حدثتنا أم أزهار وقالت بأنه الانتخابات هي نفس الوجوه، فماكو داعي واحد روح ينتخب، لأنه هي يعني ما سوونا شيء حتى نروح ننتخب. هذا رأيي ونحترم، وإذا أكو رأي مخالف أيضا نحترمه. ويانا منه أم محمد من سليمانية، عادة الاتصال. محمد فضل. يا أم محمد. أستاذ محمد، سلام عليكم. السلام. حضرتك والقناتكم الرافدين لطلع معاناة العراقيين وللكادر. أستاذ محمد، خلي يحكون أحسن، هو حكي موفق الربيعي بالتلفزيون حتى الشعب يعني خاف، هو نايم الشعب حتى يقعد. هذا موفق الربيعي كل الزين هم دا يحكون، هذول البرلمانيين مثل عباس البياتي، مثل حنان الفتلاوي، مثل غيره كل الزين، حتى الشعب يعرفهم، ماكو واحد يجروه من ايده وينتخبوا. تعال انتخب، ابد ما حد يروح وينتخبهم، السابع مستحيل. صحيح راح نروح نستلم بطايقنا، بس صدقني ما حد راح ينتخب. خلي يحكون هذا واوي، هذا ثعلب، هذا شو اسمه موفق الربيعي اكبر ثعلب، هذول كذابين، مو مال انتخابات. كافي اطلعوا من الحكومه، خل تجي وجوه جديدة ينتخبوها، بركة إن شاء الله الشعب العراقي يتوفق على هاي الانتخابات الجديدة. خل يطلعون، كافي صار لهم 14 سنة يطلبون الله بطلابه، خل يعوفوها للحكومة. شو راح يصير؟ يجي واحد غيرهم هم نجربه، يجوز بيه حظ، هذولا ما بيهم حظ أستاذ محمد. زين، خل يحتون هم بدأ يكشفون نفسهم حتى المواطن يعرف، خلي يحطون قوات، هذه ما حد راح ينتخبهم. صدقني كل واحد يروح ياخذ البطاقه مالته يخليها بجنبته وراح يطلع، ما حد ينتخب. لا. نرجع للبيت، ما ننتخب كل احد، احنا كنا مقررين ماكو انتخابات. اذا ننتخب، والله انا من 2003 لحد اليوم انا ما منتخبه، وهاي راح تصير انتخابات، اروح استلم البطاقه اجيبها وياي اخليها بالبيت. زين، ممكن زين أم محمد، ممكن يجون ناس. نعم. ممكن يجون ناس زينين، ممكن يعني ولو هم مسوين في الدائرة مغلقة، تكلمت عنها في بداية البرنامج، هم عندهم. نعم. السلطة وعندهم المال، ف
شلون نعم يقدر احد يخترق هاي الدائره المغلقه حتى يرشح نفسه؟ تعتقدين هيجي؟ والله هم يعني متبادلين الحزب، نعم متبادلين، اكو احزاب هسه جايبين، هسه مثل المالكي جايب احزاب يعني مسوي فاتح حزب جديد، يعني هو داخل وياهم بس ما منطى يعني نفسه راح هو بهاي الكتله. نعم استاذ محمد. نعم اي فهم شنو داخلين بحزب جديد غير يعني ذيك الاحزاب مالتهم، مبدلين الاحزاب مالتهم، كل واحد شوف يا حزب دا يعرفون هذا الحزب راح ينتخب، هم دا يجون وياه دا يخشون. نعم زين بس ان شاء الله كونه ما ينجحون، ان شاء الله ابد ما اكو انتخابات. بس استاذ محمد والله اكو معلومه 100% مضبوطه. اي يعني كل واحد منتخب لا ينتخب بقلم يعني من كبل هذن الدوائر مال الدوله، ياخذ قلم وياه هو ينتخب، هذا يقول لك جايبيه حتى ما يصير تزوير يعني اي نعم تزوير استاذ محمد والله العظيم، هذا من راح ينتخب من يابات يجون مثل الشريط يبقرون على الورقه اي ويردون الناس يكتبون اللي يردوه، لان هذا بس يابات ينشر مالته هذا الكتابه مال القلم يعني عليك وعلى البلاستيك جايبيه. اه يعني من واحد مثلا يخلي على فد يعني فد اسم معين صح مثلا حتى نفتهم ام محمد يصير بعد من ينشف يشيلون اللزق اللي عليه موجود ويخلون هم له شلون هيك تفهمي ثاني؟ نعم 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 من يبا اي ما راح ينتخب ما راح يجون الناب يفرزون بالفريد راح يلقوه كله يابس، هم راح يوخروا مثل الشريط يوخروا ويردون هم اللي يردون يحطوه بالهاي بالاستماره. انا اشكرك بس كل واحد ينتخب نعم. كل واحد ينتخب خلي ياخذ قلم وياه قلم ويا. ينتخب اي قلم وياه ويروح ايه. اسلم يعني نعم. انا اشكرك نعم. محمد شكرا جزيلا يعني شكرا. ويانا ابو مصطفى من الموصل من بغداد. ابو مصطفى تفضل. يا مرحبا بك ابو مصطفى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو مصطفى هذول اللي انتخبهم يعني ما سووا كل شيء ويانا، لا قدموا خدمات من 2003 لهذا يوم ما كل البلد باق من ساسبات. زين ابو مصطفى حتروح حتروح تنتخب لو لا؟ طبعا الخيار لك يعني اذا تريد انت انا كلهم حراميه ننتخب من اي انا هنا ما دا اقول للناس لا تنتخبون ولا اقول لهم تنتخبون، انا مجرد دا اسال ليش ما راح تروح تنتخب؟ شنو السبب؟ ما يعني قلنا واحد نزيه، النزيه ما يخلونه يقتلونه لو يحتقلونه يعني هذا يعني قاعد يشوفهم كلهم يحتقلونه لو يقتلونه لو يذبونه السجن يعني ما مو ابو مصطفى اكو واحد نزيه ننتخبه ما ابو مصطفى اكو ناس شو تقول؟ يعني هي اراء واحنا نسمع كل الاراء ونطرحها عليكم، اكو ناس شو تقول؟ تقول ليش ما تروح ومثلا تبطل الصوت؟ ليش؟ لأن ليش؟ لانه اذا واحد ما يروح ممكن تصير عمليات تزوير، انا اقول ممكن تصير عمليات تزوير، مثلا ابو مصطفى ما اجى مثلا ما شارك بالانتخابات، يجي اسم ابو مصطفى يسووا له صح الى مكان معين ويجيبون اي واحد يقولون يابا هذا اسم ابو مصطفى وخلاص. فتعتقد الناس تروح افضل لو ما لو شنو انت من وجهه نظرك يعني اذا ما تروح يقول له خاف الصوت يزور، وإذا تروح لازم تشارك بالانتخابات فأنت ما أعرف شنو رأيك، شو تقول؟ أبو مصطفى يمكن انقطع الاتصال ويا أبو مصطفى لأن ما دا أسمع زين. طيب أكو رسالة جتني على الواتساب تقول اللي هو آخر شيء 51 يقول غادر البلاد 149 حرامي من أجل التسول في الكويت فنزل الغيث المنقطع منذ بداية الشتاء، لو يرحلون كلهم سيفيض العراق بالخير ونكون بأحسن حال. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. ويانا أيضا مشاركة على الواتساب الأخ مبروك من الإمارات يقول تحية لك، إلا أن مكتسبات المالكي الحزبية أيضا لم تكن بلا ثمن إذ جرت ممارساته نقمة كل الأطراف السياسية بلا استثناء وحتى شركاء منهم عدا عن شبكة الأتباع التي أوجدها المالكي سياسيا له والمسمات بإئتلاف دولة القانون، بل إن الكثيرين داخل حزب الدعوة نفسه اشتكوا من هيمنة المالكي وأسرته وأتباعه على مقدرات الحزب
وشاعت كثير من الانتقادات لقيادات مهمة مثل الأديب والحلي والسنيد على ما يحصل داخل الحزب، ناهيك عن النتائج الكارثية في قيادته للعراق. يمكن أرجع أكمل لأنه جانا اتصال من ويانا أبو ناصر من تركيا. تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله أخي أبو ناصر. يا مرحبا. تحياتي لحضرتك وقناة الرافدين وكل العاملين. الله يسلمك. تفضل أبو ناصر. يا مرحبا. أستاذ محمد، بس خلينا نفهم شنو اللي قدمته الوجوه القديمة واللي رشحت نفسها للمرة الثالثة والرابعة والخامسة، ما نعرف والله. طيب. شنو اللي شفناه منهم؟ وكأن اللي نهبوه بالسابق ما مكفيهم ويريدون يزيدون أموالهم عن طريق النهب. منو منهم اهتم لهموم المواطنين أخي محمد؟ نعم. استاذي العزيز، كل النواب فاسدين الا ما رحم ربي، حتى لا يقولون انت عممت. اللي كان يمجد للمرشحين وخصوصا المرجعيات واللي هو واحد من عندهم صور اسمه بشير النجفي، نعم، من لما صوره عمار ايش راح يقول النفس بعد ما سمع بان عمار يحمي ويرعى الملاهي المنتشره ببغداد؟ عباس البياتي شبه نفسه وجماعته باصحاب الكساء، وهو وجماعته أفسد الفاسدين. وموفق الربيعي اللي يهدد الناس والمواطنين بأن يجيبهم بالقوة. أقول له أنت شنو قدمت للبلد يا فاسد؟ يقبل الشعب العراقي بأن فاسد مثل موفق شاهبور أو ما أعرف شو اسمه، حتى أسماءهم غيروها، يستهزئ بهم؟ نعم. نسوا بأن هو هذا موفق رسم خارطة إيران وأضاف لها محافظتين من محافظات العراق وأهداها الأسيادة بإيران. وبقية النواب أستاذ محمد شنو اللي قدموه؟ وأسأل نواب محافظة الأنبار بالتحديد، أقولهم سمعتوا بخبر إطلاق سراح الدواعش المعتقلين بمبالغ مالية وزج بعض المواطنين الأبرياء بدلهم؟ شنو كان موقفكم لو أنتم ما مسموح لكم تدخلون مراكز الاعتقال والاستفسار عن المعتقلين؟ أخي محمد، الكل يدورون مصالحهم ومصالح عوائلهم وأقرباهم، وليذهب الشعب للجحيم. أستاذ محمد، انتخبوا أو ما انتخبوا، أمر العراق صار بإيد إيران. العملاء الفاسدين الخونة سلموا البلد لإيران. وإلا شنو تأمل من ناس يحكمون البلد ويقولون إحنا دولة وعلم وسيادة، ومن يروحون أهالي جرف الصخر للعبادي ويطالبوه بأن يرجعون لمناطقهم يقولهم أمر جرف الصخر مو بإيدي، بإيد خامنئي. تتأمل من هيجي حكومة وتتأمل من هيجي ناس تسلطوا على رقاب الشعب؟ راح ينفعون الشعب أو يقدموا له شيء يفيده؟ مستحيل. سواء اللي موجودين أو اللي راح يجون، اللي راح يجون راح يتعلمون من هذولا لأنهم حضرين نفسهم. يقول لك هذا نائب كان هيجي وهيجي وضعيته قبل وهسه صار بهاي الحالة، خلي أستفاد أني باشر عقبة أني هذا الكرسي ما راح يدوم لي، وراح يجي يوم ويثور الشعب علينا. على الأقل أني مأمن مستقبلي ومستقبل عائلتي ومرتاح، وأخذهم وأطلع للخارج وأبعد وأعيش. أنا أشكرك أبو ناصر. أنا أشكرك، آسف المقاطعة لكن أدركنا الوقت. أبو ناصر من تركيا، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم بإذن الله. الله بالخير عليكم جميعا مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم. موفق الربيعي يقول احنا ما نفذنا وعود سابقة لأنه كان الإرهاب والاحتلال هو يعيق هذا التقدم. بس ناخذ اتصال من لندن وبعدين نرجع نشوفكم هذا الفيديو. من ويانا؟
أبو عبد الله من لندن. أبو عبد الله تفضل، يا مرحبا بك. أبو عبد الله وياي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أبو عبد الله تفضل. تحية لك ولك قادر الرافدين والمشاهدين. أهلا بك. أخي بالنسبة لموفق الربيعي يعني أنا كان برأيي يعني هو يقول راح في أحد في شريط فيديو صوتي له يقول راح نوفر لكل مواطن عراقي قطعة أرض وما في مدارس ومستشفيات. صحيح. فخلي أنا برأيي خلي يوفر شوية يجيب من الصين، يجيب أبلام قوارب لما يصير فيضانات في بغداد خلي يجيب لهم قوارب، الناس ينتقل بالقوارب ينتقلون بالقوارب لأنه كل دائما كل ما ينزل مطر يصير فيضانات فيحل هذه المشكلة الرئيسية. أخي الكريم أخ محمد أنت سألت سؤال يعني إذا المواطن العراقي راح للانتخابات أو ما راح راح يزور الانتخابات، بدليل يا أخي محمد في الانتخابات الماضية يعني عندما منعوا محافظات السنية من المشاركة عملوا يعني سيطرات ومنعوا الناس، وبعدين لما ظهرت نتائج الانتخابات وجاءت شاحنات من إيران أوراق انتخابية مزورة فقالوا للمحافظات السنية هم عملوا عمل طائفي، قالوا للمحافظات السنية أنتم شاركتم في الانتخابات فيجب أن ترضوا بنتائج الانتخابات، أنتم أقلية ونحن أغلبية. فالمعركة في بغداد فالمعركة في وطننا الحبيب في العراق معركة عقائدية طائفية، هناك من وراء الكواليس مرجعيات مثل ما قلنا وكررنا يقول من لا يذهب انتخابات سيدخل جهنم وصوتوا فقط للقائمة الشيعية بقيادة جعفري، ويعني هو يعني من جهة يقول لا تقولوا إخواننا السنة وقولوا أنفسنا، ومن جهة يقول صوتوا فقط للقائمة الشيعية ويعني ويحرض الميليشيات لتهجير وقتل المحافظات السنية، الناس يرى صورة وصوت. فالمشكلة هناك جهل وتخلف، فأهل الجنوب يجب أن يرجعوا إلى أبو عبد الله أهل الجنوب والفرات الأوسط ناس عقلاء مدركين لكل شيء، وأيضا هم ربما يعني انخدعوا بالوجوه، حالهم حال بقية المحافظات حتى في الغربية والوسطى والشمالية، فلا هم أعتقد هم أيضا انخدعوا. والدليل على ذلك الناس دي يطلعون في البصرة اللي هي تقريبا كذا 80 أو 90% من اقتصاد العراق هو يذهب من البصرة أو يخرج من البصرة بترول، لكن حال البصرة حال يرثى لها، لا خدمات بها خير، وأيضا هناك يعني بطالة موجودة، حتى أن أغلب الموجودين في محافظة البصرة من الشباب يروحون أما البغداد أو للشمال حتى يشتغلون. لا أيضا هم الناس أيضا هم يعني انخدعوا، حالهم حال بقية المحافظات. شكرا جزيلا أخي أبو عبد الله من لندن، شكرا جزيلا. راح نشوف طبعا الفيديوهات المتوفرة يعني اللي شفناها اليوم على عجالة، هذا الصباح شفناها على الدكتور موفق الربيعي، لا نستهدفه شخصيا لكن هذه الفيديوهات هي اللي أثارت حفيظتنا، أثارت حفيظة الناس. يقول هسه حنطلع لكم فيديو ما معناه، يقول الدكتور موفق الربيعي يقول يتضرع بالإرهاب والاحتلال لعدم تنفيذ وعود انتخابية سابقة. بالله خلنا نسمع شوي. ولكن المشكلة اللي لو واجهتنا الإرهاب، واجهنا الفساد، واجهتنا المحاصصة والتآمر الإقليمي، الاحتلال، النخبة الحاكمة مع الأسف ما كانت بمستوى الطموح، فكل هذه كانت تمنيات وعدنا الناس بما نتمنى أن يكون العراق مرفه وما نتوقعه، ولكن مع الأسف طبعا المشاكل اللي واجهت البلد والتآمر اللي واجه البلد أحبط كثير من أمنياتنا، وما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، يعني الإنسان مو كل شيء يتمنى يقدر يطبقه، ونتمنى من الله عز وجل أن نتوفق إلى خدمة كل عراقي، إلى أن نوفر لكل عراقي يعني سكن بسيط ولو بسيط، إلى كل عراقي وظيفة، إلى كل عراقي مثلا مورد راتب شهري يعني يعيش منه، إلى كل عراقي أنه
يعني مدرسة زينة الأبناء، المستشفى يروح يتعالج بيها مجاني، يعني هاي الرعاية الاجتماعية للناس اللي ما عندهم مساكين ومعدمين. نتمنى هذا، وإن شاء الله إن شاء الله الله عز وجل يوفق. يعني شو تريدون احكي وراء هذا الكلام؟ يعني 6 ملايين امي بالعراق في وقت كان العراق ما يعاني من اميه نهائيا. حنكمل هذا يعني نعقب على كلام الدكتور موفق، لكن ناخذ صالح من السعوديه. صالح تفضل اخي الكريم. صالح وياي. هي لكم الشعب العراقي. اهلا بك يا مرحبا، تفضل اخ صالح. والله اقدم تحياتي وشكري للشعب العراقي، شعب عظيم. اهلا بك سيدي. هذا الشعب يعني لما تشوف الحروب والحصار عشرات السنين وما زال دولة وما زال متماسك، هذه معجزة. والآن أصبح عنده ماي. أنا هذه رأيي كعربي وكمسلم وكأشقاء العراقيين جميعا من البصرة إلى السليمانية، لا يتركوا غيرهم على الشاشة أو في المنصة أو في الانتخابات. المقاطعة هذه هي فرصة لإيران وتشبع الفراغ. لما السنة أيام حارث الضاري قاطعوا الانتخابات وقاطعوا الحكومة والإرهابيين الدواعش والقاعدة كانوا يقتلوا على السنة لا يشاركوا في الانتخابات، أصبحوا مهمشين وفراغ وأشبعت إيران. أنا أبغى من البصرة إلى السليمانية يد واحدة أخدموا بلدكم، أخدموا الشعب العراقي. لا لا أكو فد شيء حضرتك يمكن واصلك في شيء غير دقيق. الشيخ حارث الضاري رحمة الله عليه لم يوعز بعدم الانتخابات، بالعكس في بيانات الهيئة كان يقول الانتخابات اللي يريد ينتخب خلي ينتخب، ولكن أعطانا في البيانات أعطانا يعني ما هي الأشياء المترتبة على عملية الانتخابات وما ستؤول إليه العملية السياسية، لكن لم يصدر أي تصريح أو أي بيان. ولكن هم من الناس اللي تنقل أي تصريح أو بيان من الشيخ حارث الضاري رحمة الله عليه بعدم المشاركة في الانتخابات. والآن يعني حسب تصوري آني وما أريد أتكلم باسم غيري، الآن في هيئة علماء المسلمين لا تقول للناخب لا تذهب للانتخاب، تعطيه مطلق الحرية، وهذا الشيء الذي نؤمن به حقيقة. يعني إحنا نؤمن بحرية التعبير وبالمسار الديمقراطي، لكن على أسس صحيحة وليس على أسس أتت مع الاحتلال أو بظهر الاحتلال أو كانت تختبئ تحت جناح الاحتلال. لكن الشيخ للمرة المليون دائما نقول بأنه لم تكن هيئة علماء المسلمين، ونحن هنا أنا هنا مو بصدد الدفاع عنها نهائيا، لكن لم تقل بأنه لا تذهب الانتخابات، بالعكس أعطت الرأي للمواطن للناخب له حرية الاختيار إما بالذهاب أو عدم الذهاب. شكرا جزيلا أخي صالح من السعودية، فقط حبيت أن أصحح فد معلومة. الدكتور موفق الربيعي يقول ويانا اتصال منه أبو أحمد من العمارة. أبو أحمد تفضل. حبيبي السلام عليكم. عليكم السلام أخي أبو أحمد، يا مرحبا تفضل عيوني. أنا ما أزحمك، يعني الزبدة إحنا صرنا بين حانة وبانة. طيب إذا رحنا انتخبنا الانتخابات ما نثق بها، باعتبار الآن دا تصير التصريحات علنية. زين. يجي وزير خارجية من إيران سابقا ممثل للخامنئي حاليا. طيب. يجي يقول إحنا الصحوة الإسلامية موجودة ومكتسحة المنطقة وما نسمح لا نصاً، هاي قاعدة أحكيلك. نعم. ما نسمح لا للشيوعيين ولا للليبراليين، يعني معناته لأي خط آخر. نعم. ما نسمح إلا الناس اللي يتابع إنه هذا معناته. طيب. فالانتخابات معناته شكلية، فأنتم يا عراقيين معناته انتخبتوا ما انتخبتوا إحنا اللي يريد نخليه. طيب أنت حتروح تنتخب أبو أحمد؟ أنا بالنسبة لي أقاطع الانتخابات. ليش؟ نهائياً، لأن ما لي ثقة بها. لا ليش تقاطع؟ ما لك ثقة فقط لو أكو أسباب أخرى مثلاً خلتك ما تروح الانتخابات؟ نريد نفتهم فقط، لا أكثر ولا أقل. أكو مقولة سابقاً تاريخية يقول أينما تمطرين يأتيني خراجك. صحيح. الهيمنة الحزبية للأحزاب المتحكمة الآن بالساحة العراقية. نعم. وين ما تخلي الرأي مالك هو يروح لهم ويحولونه إلى مصالحهم. فإحنا انتخاباتنا صورية،
لا أكثر ولا أقل. لا أكثر ولا أقل. أنا أشكرك أبو أحمد من العمارة، شكرا جزيلا لك. ويانا من كربلاء الأخ أبو علي، تفضل أبو علي. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام أبو علي، مرحبا. السلام عليكم. تفضل أغات. جميع كادر القناة الشريفة الأصيلة اللي هي لسان المظلوم، لسان العراقي اللي تحب كل العراقيين، اللي تتوحد كل العراقيين. الله يسلمك يا أخوان، أحكي باسم العراق. ترى هاي هذول اللي جايين عليكم أنا هواي أعرف بيهم، هواي أعرف بيهم. ذاك اليوم فد واحد قلت له شبيك ضايج؟ قال والله البيت اللي بنيته طبقة سادسة شوية مفطور. قلت له يا أخي ليش ما تفكرون بالنازحين؟ ليش إيش قالوا له؟ هم اللي جابوا داعش. قلت له زين لعشان وظيفة الدولة شلون درت؟ وين الاستخبارات؟ هذا فكرهم، هذا فكرهم. إلغاء العراقيين كلهم مظلومين، سنتهم شيعتهم أكراتهم عربهم. يا عراقيين أنا كشيعة وابن كربلة والله 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 شكوا إنسان جاء من إيران هو خطر عليكم، حتى لو أنا لا أتلاكم كلهم ناس عملاء. والأكثر من هذا اللي يزيد الطين بلة واللي يدمر يطلعون بعض السياسيين يقول له العراق يتحارب ويا إيران، أنا نوقف ويا إيران ضد العراق. شاه بندر خوش قال، قال محتقر العربي، محتقر العراقي. لحد الآن مو كافي، مو كافي، صار 14 15 سنة. سوانا سوانا يا أخوان، بس قتل وتدمير وفضيحة، والناس قامت تصدق علينا ودهم مكيفين. هم رايحين جايبين 30 مليار وما عندهم، ما حد يعطيكم 30 لحد أنا مصدق سنين يضحكون عليكم حتى الفلوس تنباك. يا عراقيين، يا شيعة، يا أهل الجنوب، يا أهل الوسط، حسوا والله لو مو بعد 15 سنة لو بعد 50 سنة. أنا أعرف جماعة يعني مثلا يبيع فلافل، كل احترام تقدر لكل عامل، عنده سادس ابتدائي يصير محافظ، عنده إعدادية يصير وزير، عنده إعدادية يصير سفير. قاعد يضحكون علينا والله الذي لا إله إلا هو، أنا أخوكم، أنا خادمكم، اجت بإيران وأعرف اللغة الفارسية وأعرف شنو إيران وشنو تفكيرهم. والله يريد يخلونا تبع، يريد يخلونا زين، يريد يحتقروننا. احنا ما كانت عندي الطائفية، عندي أنا أمي 97 سنة تقول أنا ما أعرف شنو الطائفية، شنو سني، شنو شيعي. قاعد أكون عليكم حتى يصعدون على ظهورنا وهم ما يعرفون لا سنة ولا شيعة. كون شيعي، عندك مذهب ولكن لا تعبد المذهب من دون الله. كون سني ولكن لا تعبد مذهبك من دون الله. حب العراق، الله للجميع والعراق للجميع، لكل العراقيين. فكروا بالعراق، فكروا بعراقيتكم. والله ما نستقر ولا نرتاح إذا نظلم. باكر برانا موت، فكروا شلون راح نعيش. كافي يا جماعك علينا، قضينا عمرنا بس حروب ومبلة وضعت علينا. هذول سنة كتلوهم، هذول شي حرق كتلوهم، هذول كراسي كتلوهم. تابعكون علينا إلى متى إحنا؟ ليش هيكي؟ ليش من دون العالم؟ والله لو تفر كل الدنيا. أنا أكثر من 30 سنة بالخارج، ما تلقى مثل طيبتنا، ما تلقى أفراد الخير، لو تفتر كل الدنيا. يسمعون الأخوة اللي عايشين بالخارج، ماكو اسمع علي، ماكو ذيك النخوة، ماكو بالدنيا كلها، ما تلقى الشمال، الوسط، الجنوب، كلنا طيبين والله. لا تخلي بعكون علينا، وأنا أشكرك وأستر عليكم. أنا أشكرك، شكرا جزيلا. من كربلاء الحسين، شكرا جزيلا، كلماتك مؤثرة جدا والله. هذا هو ابن كربلاء، وهذا هو ابن النجف وابن البصرة وابن بغداد والأنبار وتكريت ودهوك العزيزة، شعبنا الكردي العزيز. والله والله ما نجي، ما أجي للبرنامج إلا وأني، والله أقسم لكم بالله، إلا وأني إيدي على قلبي لأقول له لا، لا تطلع من عندي حكاية قد يتأذى بيها ابن الجنوب أو الوسط أو الغربية أو الشمال. دائما أكون دقيق وحذر في يعني في إطلاق الكلمات. ما أريد بعد دماء، ما أريد أزايد على الأخ أبو علي من كربلاء، لكنه يا شعب يعني ما يصير واحد يضحك عليكم. عفوا من هذه يعني العبارة، يعني ربما تطلق مجازا، يعني ما يصير واحد يجي يكذب علي وأصدقه، وكذب علي قبلها شلون أصدقه مرة اللخ. اللي يريد يروح ينتخب خلي يروح ينتخب، اللي يريد يقاطع خلي يقاطع، لكن خلي يخلي شيء بباله أنه هذا مستقبل إلى والأطفاله. إذا كتب نعم على فلان اللي مثل ما ذكر أبو علي من كربلاء ما عنده شهادة إعدادية صار وزير، خلي أخذ اتصال بعدين أحكي لكم هاي السالفة بس كون لحق.
أبو ياسين من بغداد. أبو ياسين تفضل. أبو ياسين تفضل. أغاتي أخي، هي كل انتخابات يسوون هاي طبيعة، يعني كل سنة يسوون طبيعة مطعمة بدل فارسي. كل انتخابات يقولهم إذا ما تنتخبون ترى راح يرجع لكم حزب البعث، وإذا رجع حزب البعث راح يطلع العراقيين. أنتوا هذول كذابين، أنتوا إيش فيكم العراقيين؟ وقلتوا يعني أنا ما أريد أقارن. أنتوا قبل شفتوا نظام مال حزب البعث، يعني كمي على صينية صافي، عوفنا من هالشغلة. والشيء الثاني أخي، العراقيين اللي انتخبوا أو ما انتخبوا ترى هي مو بديهم، الله وكلك بيد أمريكا وإيران. والشيء الثاني أخي، إيران وأمريكا انتفقوا ويا هؤلاء العملاء من المالكي وورك، ما صار الاحتلال، انتفقوا وياهم كأدوات لتخريب العراق. وأول إشاعة بثوها وتقريبا أكثر العراقيين صدقوا بيها هي الكذبة الديمقراطية. الناس بالعراق، الناس الأشراف، يعني أقصد أشراف يعني عندهم روح وطنية، يعني عرفوها مو ديمقراطية، دم انقراضي، يعني فرطون بدم الشعب. وبس المحتل شو يقصدون؟ يعني فرطون دم انقراضي، يعني شو احنا فكرنا به؟ والشعب عطالهم ديمقراطية. أخي استوضح، يعني احنا جايين نفرط بدم الشعب العراقي من كل الطوائف، من الفاو للبصرة. وهذا شاهدناه والتمسناه. وأقول للشعب العراقي، إيش منتظرين من هذه السلطات اللي ارتبوا بعضان الخميني وبوش؟ بس أخي أنا يعتب على شيوخ العشائر، شيوخ عشائر الجنوب يعني أكثر شيء. والله من باكر يسوون تغيير إذا انتفقوا، لأن كل شيخ يقود له ب 600 رجل. يعني إذا انتفقوا 20 شيخ راح يصيرون 12,000 رجل، ما راح يسوون تغيير. والله من والله يوم ما سقطت هذه السلطة المجرمة أخي، ما خلوا شبر بالعراق إذا ما عزوه. مكرم السامع، حتى الحيوانات ما خلصت من جرائمهم. هذه عملية انتقام على الشعب العراقي بدون استثناء، سني شيعي صابي كردي. نعم تسمع يا أخويا؟ وياك دا سمعك أبو ياسين. نعم أخي، من كل صار. وهذا الدمار أريد أوضح بعد العراقيين، وهذا الدمار اللي بالعراق حاليا، هذا الفشل من إيران وادت العراق على حرب عام 80 وأجبرت العراق على الحرب. والله عز وجل نصر الحق على الباطل، وانتصر العراق من شماله إلى جنوبه على حلفاء أمريكا وإسرائيل. ونفسهم هؤلاء اللي يحكمون بالعراق هم من ساندوا أمريكا بالحرب على العراق عام 90، وهم من ساهموا مع أمريكا بالحصار على العراق، وهم اللي توصلوا بأمريكا باحتلال العراق من أجل سرقاتهم وقتل العراقيين. كانوا حصر عليهم مسترة يلبسونها، هسه فلوس وقاموا قتلهم بالعراقيين. والله مع الأسف. أنا أشكرك يا شيوخ. أشكرك أبو ياسين، آسف المقاطعة لكن الوقت أدركني. ويانا اتصال. أكو اتصال ولا لا؟ طيب. بالنسبه لابو حسن من بغداد، تفضل اخي ابو حسن. يا مرحبا بك، بس شويه باختصار الله يخليك، يعني تفضل. تفضل اخي. حي اخوي ابو علي من كربلاء. نعم. وحي ابو ياسين. يعني حجه وحدايه، يعني والله عمي، يعني يقولون ان صدق العراقيين صدق، يعني والله هذا ابو علي عراق صدق سعيد. نعم وانا يعني الانتخابات والله يعني بحيره، يعني اذا رحت الانتخابات انا اكون مشارك بقتل العراقيين 100%. يعني كل واحد يشارك وياهم دولة، يعني مشترك وياهم قتل العراقيين. فندعو من الله يعني العراقيه الاصيله. الناس لازم، الناس ابو حسن، لازم الناس تصير عندها وعي، لازم يصير عندها وعي، لازم يصير عندها. نعم. مئات المرات. ابو علي الله يرضى عليه، يعني رجل محترم طبعاً. واصيل طبعا، وانا حيي والله حيي. اشكرك شكرا جزيلا ابو حسن من بغداد، شكرا. بس عندنا فيديو واحد مال شهادات المزوره مال الدكتور موفق الربيعي، يا ريت نطلعه. تفضلوا ويانا نشوفه. سنين انا موجود على هلا على طريقه، واقول فشي متاسف جدا، لان جدا مهم هاي اخوان، ارجوكم سووا عليه فضل كبير. أي واحد بالحش الشعبي يستشهد، يقول أنه قسم من أعضاء مجلس النواب شهاداتهم مزورة حقيقة، قسم منها شهادات جابيها من قوم، وقسم منها جابيها من دمشق من السيدة زينب، وقسم منها شغل سلم ريدي. نكتفي بهذا الشيء.
الشهادات المزورة للنواب وغير النواب وحتى بالدوائر الحكومية، فاليوم أنا رايح للقنصلية في إحدى الدول، فنسيت شيء لازم أطلع أستنسخ فشي وأرجع، فداريد أرجع صارت وياي، فشافني أبو الاستعلامات قلت له من فضلك بس أنا شنو الجو وطلعت فقط دا أستنسخ ودا أرجع، فالباجة ريد ترجع لياك يعني هاي الباجات وكذا. قال أنا شايفك وين؟ قلت له والله ما أدري. قال لي أنت وين تلتقي؟ هاي القديمة مالتنا من كنا شباب. قل له أنت وين تلتقي؟ قلت له والله كنت يعني بذيك المنطقة كذا. أي قلت له أنت من ذيك المنطقة؟ قال لا والله أنا سايق تاكسي موظف بالقنصلية، موظف في القنصلية مع احترامنا سواق التاكسي. يمكن أنا باكر يعني شوية أدخل بالعمر شوية يمكن أفكر يعني أشتغل شغلة ثانية أو كذا يمكن يعني، أو أخويا عندي قرايبي كلهم وهاي سواق تاكسي، لكن أنا مو على هذا، أنا على الناس اللي كل واحد المدرس يروح للمدرسة، أنا هيك أحب، ويمكن أنتوا همينة أكيد مو يمكن تحبون هذا الشيء، والمهندس يروح المصنع أو المعمل أو الكذا، والطالب يروح للمدرسة، والدكتور يروح للمستشفى. لا تتداخلون شوية شيء، يعني أنت مثلا خريج إعدادية، مع احترام لخريجين الإعدادية، ويا أصدقاء كثر خريج إعدادية لكن عقله يشتغل مفكر ويقرأ ومثقف وموسوعي، لكن من تيجي مثلا هو خريج إعدادية وتخلي مثلا رئيس اللجنة المالية، هاي حسابات وصكوك وفلوس وبالمليارات، زين هذا شلون تأمن عليه؟ لو مثلا هو خريج صناعة ويخليه وزير التخطيط مثلا، ما دا أقصد سلمان جميل، دا أقول مثلا، ما يجوز هذا الشيء يا أخوان، ما يصير يعني. الدكتور هذا سلمه مستشفى، المهندس سلمه، وهكذا يعني. فمن تجي تراجع القنصلية ويقول لك والله أنا كنت سايق تاكسي، يا أخي مو أنت بالقنصلية، أنت القنصلية علاقتك ويا المواطن المغترب، فأنت شلون حتكون الحديث وياهم شلون حيكون؟ غير تجيبون واحد مثلا خريج علوم سياسية أو خريج كلية في تاريخ أو إعلام أو يعني المهم حتى طريقة التعاطي ويا المواطن اللي هو بالوجه، الناس ما تشوف القنصل ولا تشوف السفير، تشوف الموظف، فمن خلال التعامل تعرف هاي السفارة محترم وغير محترم. ماذا أقصد يعني هاي السفارة بالتحديد؟ على أي حال أنا أشكركم شكرا جزيلا، آسف ما قرأت الواتساب لأن كانت اتصال كثيرة، أشكر جميع المتصلين، أشكر غيرة ونخوة أبو علي من كربلاء، شكرا جزيلا لك أبو علي، وأشكر جميع المتصلين أبو حسن وأبو أحمد وصالح ومزهار ومحمد أبو مصطفى أبو ناصر أبو عبد الله من لندن وأبو ياسين من بغداد، شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا لكل المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.